الأطفال زينة الحياة، نعمة وهبنا إياها الله. كيفية الاعتناء بهم هي من أهم التجارب والتغيرات التي تطرأ علينا خلال مراحل الحياة، لذا يجب علينا رعايتهم وحمايتهم لنسعد بوجودهم معنا في المستقبل سالمين. لكن هل تعلم أن الإصابات تتصدر قائمة الأسباب المؤدية إلى الوفاة في الأطفال في إمارة أبوظبي؟ فأكثر من حالة وفاة واحدة من أصل كل 6 حالات تحدث جراء إصابات يمكن تفاديها. وعلى الصعيد العالمي يموت في كل 30 ثانية طفلاً جراء إصابات يمكن تفاديها، وما هو إلا قليل من كثير. فلكل حالة وفاة طفل بسبب الإصابات هنالك العشرات يتم إدخالهم للمستشفيات، والمئات في غرف الطوارئ، وغيرهم الآلاف ممن يتعالج في المنزل. تتعدد أسباب الإصابات بين مختلف أعمار الأطفال، فالأطفال لديهم خصائص جسدية وعقلية تختلف عن البالغين، كعدم الإدراك بالمخاطر المحيطة وضيق مجرى الهواء والأكل وكبر الرأس وصغر حجمهم ورقة جلدهم، مما يجعلهم أكثر عرضة للسقوط والاختناق والحروق والغرق والحوادث الأخرى. ولكن مهلاً، فهناك أخبار جيدة. توصف هذه الإصابات بأنها إصابات يمكن تفاديها. يبدأ الأطفال في سن مبكرة التعرف على محيطهم، فيضعون كل ما يرونه في أفواههم، الأمر الذي يجعل من كل الأشياء الصغيرة كالألعاب وقطع النقود والمكسرات والأدوية والمنظفات المنزلية التي قد تسبب تسمماً أشياء في غاية الخطورة تهدد حياتهم. الاختناق والتسمم من الإصابات التي قد تكون قاتلة، لا سيما للرضع والأطفال الصغار. لذا ينبغي التأكد أن كل الألعاب صغيرة الحجم والأدوية والأدوات المنزلية بعيدة عن متناولهم ووضعهم في الأماكن المخصصة لهم. وحالما يبدأ الطفل بالحبو، فإن عالماً جديداً مليئاً بالمغامرات يفتح أبوابه له. يشكل السقوط تقريباً 2 من كل 3 من إجمالي إصابات الأطفال في إمارة أبوظبي. يتصدر السقوط قائمة الإصابات. احرص على استخدام الحواجز والأبواب المحكمة على الدرج وعلى الغرف المؤدية للنوافذ والشرف. يحب معظم الأطفال اللعب بالماء، سواء في أحواض استحمامهم الصغيرة أو في برك السباحة، لذا يجب الحذر، لأن مجرد لترات قليلة من الماء قد تتسبب في غرق الطفل، وأيضاً خطر التعرض للحروق أثناء الاستحمام. الأطفال عرضة للغرق والحرق بسهولة، بعض لترات من الماء كافية لغرق الأطفال، لذا أبقوا أطفالكم تحت أعينكم. تأكد دائماً أن درجة حرارة المياه مناسبة للأطفال، واحرص على مراقبة طفلك عند أي مصدر للمياه، سواء مسبح أو حوض استحمام أو حتى دلو مليء ببعض اللترات. كلما كبر الطفل كبر معه فضوله لاستكشاف ما حوله، ويشكل اللعب بالأجهزة والتوصيلات الكهربائية أحد أخطر الأشياء التي يمكن أن يستكشفها، إذ قد تؤدي إلى حدوث إصابات خطيرة ووفيات. لا يعي الطفل إطلاقاً المخاطر الناجمة عن الكهرباء. استخدم قطع الأثاث لتغطية مقابس الكهرباء قدر الإمكان، وقم بتغطية المقابس الخالية بأغطية بلاستيكية تمنع الأطفال من إدخال الأدوات فيها. ويترافق نمو الطفل مع نمو حب المغامرة لديه، لكن يرجى الانتباه لمخاطر المطبخ. فمثلاً الأجسام الحادة والأدوات الساخنة هي خطيرة جداً وقد تؤدي للوفاة. الحروق والإصابات بالأجسام الحادة قد تكون قاتلة، لذا فالمطبخ من الأماكن المصنفة كخطر على حياة الأطفال. يعد المطبخ مكاناً محفوفاً بالمخاطر على الأطفال. ينبغي التأكد من لف مقابض طناجر الطبخ للجهة الداخلية من موقع الغاز، ورفع الأدوات الحادة للأعلى، وعدم ترك الأطفال لوحدهم في المطابخ. الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق هي السبب الأول للوفاة بين الأطفال في أبوظبي، سواء كان الطفل راكباً في السيارة أو عابراً في الطريق أو حتى في المنزل عند صف السيارة أو الرجوع للخلف. علموا أطفالكم بعدم التوجه نحو السيارات المتحركة، وقوموا بتركيب سياج أمان حول مناطق اللعب لمنع تحرك الأطفال نحو الشارع. غالبية الأطفال تحب السباحة، لا سيما في الأجواء الحارة. كن حذراً، فغرق الأطفال يمكن أن يحدث في لحظات معدودة، فهو من أسرع أسباب الوفاة لدى الأطفال. برك السباحة ممتعة للغاية، لكنها في ذات الوقت خطرة جداً. قم بحماية أطفالك والأطفال الآخرين بتركيب سياج حول بركة منزلك، واستخدام سترات النجاة عند السباحة.
عندما يكبر الأطفال قليلاً يشعرون بالحرية والثقة بشكل أكبر، الأمر الذي يجعل منهم غير قادرين على إدراك المخاطر المحيطة بهم. تنمو الثقة داخل الطفل مع نموه، الأمر الذي يجعله غير مدرك لبعض المخاطر التي قد تهدده. تأكد دائماً أن يرتدي طفلك خوذة الرأس وأدوات الوقاية الأخرى أثناء ركوب الدراجة الهوائية والألعاب ذات العجلات. براءتهم لا تدرك الخطر، وسلامتهم مسؤوليتنا. لنعمل معاً لوقايتهم من الإصابات بمراقبتهم عن كثب وجعل بيوتنا بيئة سالمة لهم.